صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. رجل الحياة فهم إذاعة القيروين لصحة. أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع البند فهم 93. نذكركم أنتم في الاستماع لي سانتي 5.0. نتواصل معكم مدة سويعتين من زمان في مختلف الفقرات الصحية اللي تنجم تهمكم الناس اللي برانشي على الحياة فهم، من أخبار من معلومات، وكيف العادة مع أهل الاختصاص اللي نحاولوا نعطيكم معلومات في موضوع معين. ذلك علاش تبسويت نمشي معكم للسمغ. سمغ في السماغ آخر الأخبار كيف العادة اللي تم تداولها. رئيس مكتب الصحة العالمية بتونس يحكي على جدر القردة ويقول هو ما هوش وباء وهو غير موجود في تونس. بخصوص الصحة العالمية تأكد 780 إصابة بجدر القردة في 27 دولة. رئيس مكتب دونك زيدا نحكي لكم على تركيز مستشفى ميداني عسكري بمعتمدية منزل المهيري، نحكي لكم بأكثر تفاصيل. منتدى الحقوق الاجتماعية أكثر من 300 ألف تونسي محروم من مياه الشرب، وتنعرفوا التداعيات والتأثيرات امتحى على الصحة امتع المواطنين. سينو في ساعتنا الثانية باش يكون حاضر معنا الدكتور نديب الرحومة طبيبة صحة عمومية باش نحكي لكم على فقر الدم. نعرفوا هو فقر الدم اسكو هو مرض وإلا ليه، ذا باش نعرفوه بأكثر تفاصيل، الأسباب، العلاج، الأعراض اللي تنجم تظهر عليكم. مش نحكي لكم زيد على فقر الدم، باش نبتوا شوية بالمرأة الحامل إذا كان ما تناولتش الأدوية متاحة في الوقت المحدد وإلا ما حاولتش شدي فقر الدم هذه ما يعرف بالانيمي كما نسميوها احنا، شنو هو التداعيات هذه عليه. اذا كنتوا ما عندكم بعض الاعراض اللي تعاني منها من فقر الدم، تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. تنجموا تطرحوا اسئلتكم على دكتور نديب الرحومه طبيبه صحه عموميه اللي باش تكون ضيفتنا في الساعه الثانيه في الو دكتور. سينو احنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار. بدايتنا بعد شويه كواد 9 نحكي لكم على رئيس مكتب الصحة العالمية جدر القردة ما هوش وباء وهو غير موجود في تونس. نمشي بكم المنزل المهيري ومنتدى الحقوق الاجتماعية، أكثر من 300 ألف تونسي محرومون من مياه شرب. رحبوا بنا في الشرطاني في الإخراج التقني الحسن، أحمد الشفار اللي مأمن لكم ديجيتال، ومريم منصوري كوتي ميكرو. تقولكم نخرج نسمع شوية موسيقى مع يسرى محنوش علي بابا. خليكم برانشي على 93 بالدنيا. رجل الحياة فهم، أهلا وسهلا بالناس اللي تحقت بينا في الاستماع. نذكركم أنتم في الاستماع لي سنتي 5.0. صحتكم ديما تقعد عزيزة علينا ناس الكل، ديما آخر الأخبار المتداولة في كواد 9. كواد 9 سنتي. كود 9 سنتيج فما جديد في عالم الصحة. ديما العناوين المتصدرة جدري القردة. نبدأ بمنظمة الصحة العالمية اللي تحكي على 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة. وين أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة خارج البلدان اللي يتوطد فيها المرض، مشدة في الإطار ذي على أنه مستوى الخطر العالمي ما زال متوسط. كانت رشحت منظمة الصحة العالمية أنه تقريبا 780 من الإصابات من 13 مايو حتى إلى يوم الجمعة هو أقل من العدد الفعلي، نظرا إلى أن المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة. وكانت أشارت المنظمة إلى أنه من المرجح إلى حد كبير أنه تكتشف دول أخرى وإلا تكتشف دول أخرى حالات جديدة، وأنه ينتشر الفيروس بشكل أكبر. وفق موقع روسيا اليوم سجلت بضع الحالات فقط استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات فضلا عن المرضى الخاضعين لعزل صحي. كانت عدة المنظمة الدول حيث ما يتوطنش المرض واللي سجلت أعلى عدد من الإصابات هي بريطانيا تقريبا 207 إصابة، إسبانيا 156 إصابة، البرتغال 138، كندا 58، وألمانيا
57 إلى جانب أوروبا وأمريكا الشمالية كانت سجلت إصابات بأرقام فردية من الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات، فيما تعد إصابة واحدة بالمرض في بلد ما يتوطنش فيه تفشيا للوباء، هذا على حسب معايير الصحة العالمية. نمشي بكم في نفس الإطار التونس، وقت اللي أكد رئيس مكتب الصحة العالمية جدري القردة قال هو ما هوش وباء وهو غير موجود في تونس. وين أكد رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس إبراهيم الزيك في تصريح لأحد الإذاعات الخاصة أنه مرض جدري القردة ما هوش وباء، زاد هو يشفى ولا يسبب الموت. وجاء تصريح الزيك على هامش ملتقى حول سبل مكافحة التدخين كينظم مكتب المنظمة بتونس ووزارة الصحة والتحالف التونسي لمقاومة التدخين. خلال المداخلة متاعه كان اعتبر الزيك أنه تونس بذلت أكثر مجهودات للوصول إلى الهدف المنشود في تخفيض عدد المدخنين. زاد تأسيس كان ثم من تأسيس تحالف الجمعية الناشطة اللي كنا تحدثناكم عليه في الحصة الفارطة في سونتي 5.0 في مجال مكافحة التدخين، وكان أضاف أن المرض هذا جدري القردة اظهر في عدد من البلدان وقع عزل المرضى والحد من انتشاره، مؤكد عدم وجود حتى حالة في تونس رغم تسجيل الإمارات العربية المتحدة تقريبا 3 حالات، والمغرب كذا والدولة العربية زادة كيف سجلت حالة من مرض جدري القردة. مكملين معاكم نشي بكم المعتمدية منزل المهيري، وين تم تركيز مستشفى ميداني عسكري بمعتمدية منزل المهيري، وقت اللي أكد الفريق طبيب مصطفى الفرجيني مدير عام الصحة العسكرية أمن نهار السبت هو كان نهار 4 جوان وأكثر من 20 اختصاص طب متوفر بالقافلة الصحية العسكرية اللي كانت انتظمت بمعتمدية منزل المهيري، وباش يتم توزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة ونظارات طبية وبعض الهدايا والمستلزمات الطبية على المرضى، وهذا من خلال إشرافه على انطلاق القافلة اللي باش تواصل على امتداد يومين بمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني وبإذن من قائد القوات المسلحة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كان اعتبر الفرجيني أن القافلة الصحية هي عبارة عن مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات متنقل نظرا لتوفر جميع الاختصاصات الطبية على غرار الأمراض الصدرية طب القلب الطب العام أمراض النساء والتوليد وطب العيون إلى جانب مخبر للتحاليل والكشف بالصدي. وكان نحضر ولي القيروان محمد برجيبة ومعتمد منزل مهيري وعدد من الإطارات الأمنية والعسكرية وبعض المتطوعين، وكانت فما أعداد غفيرة من المواطنين اللي يرغبوا في العلاج أغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة معبرين على الفرحة متاعهم نظرا لغياب طب الاختصاص بالجهة. وأضاف الفرجاني أنه باش يتم تنظيم قافلة أخرى إن شاء الله باش تكون نهار 11 جوان بمعتمدية إرميدة من ولاية طوين. وكانت هذه أهم الأخبار في كوادنف. كوادنف صوتي. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار شوية. خلنا نحكي لكم على وزارة الصحة اللي تدعو إلى اتباع جملة من النصائح خاصة لمجابهة موجة الحر اللي قاعدين نشهدوا فيها في الأيام هذه. ومنتدى الحقوق الاجتماعية أكثر من 300 ألف تونسي محرومون من مياه الشرب. هذه هي سونتي 5.0. سونتي 5.0. كل عادة في توقيت هذين حاولوا نعطيكم أهم المعلومات اللي تهم الصحة متاعكم، وخاصة نمدوكم بمختلف النصائح في شيف سونتي. شيف سونتي. نعرفوا الأيام الأخيرة خاصة نشهد في موجة حر عالية خاصة على مستوى ولاية القيروان وإلى مختلف الولايات الأخرى. هذيك علاش في الإطار هذا وزارة الصحة دعات إلى اتباع جملة من النصائح لمجابهة موجة الحرارة، وقت اللي دعات وزارة الصحة في بلاغ صادر نهار السبت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الضرورية لمجابهة المخاطر الصحية اللي تكون ناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خاصة خلال فصل الصيف. أوصت الوزارة المواطنين بصفة عامة والمسنين والأطفال والرضع والحوامل بصفة خاصة بالحرص على شرب كمية كافية من الماء بكمية ما تقلش على 1.5 لتر ماء يوميا دون انتظار الشعور بالعطش، مع تفادي المشروبات اللي تحتوي على السكريات كما المشروبات الغازية وإلا المشروبات المصنعة.
كانت أكدت زيادة على ضرورة البقاء في المنزل في الغرفة الأكثر برودة مع غلق النوافذ نهارا وتهوئة البيت ليلا، إضافة إلى الاستحمام بالماء الفاتر، وإلى وضع منديل مبلل فوق الرأس، وإلى رش الوجه والرقبة والأطراف بالمياه. زيادة شدت على ضرورة تفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة بين الساعة 10 متاع الصباح والأربعة متاع العشية، والحماية من أشعة الشمس بالمراهم الواقية وارتداء النظارات الشمسية، موصية باصطحاب قارورة ماء عند التنقل والمشي في الظل، مع وضع قبعات تكون عريضة على الرأس. احنا كنا تحدثنا في الإطار هذا حتى مع دكتور هجر كشوخ أخصائية الأمراض الجلدية كيفاش نحميو رواحنا من أشعة الشمس، وكان ذكرت الوزارة بأنه علامات ضربة الشمس اللي تفعل عليكم الناس الكل تتمثل في أوجاع في الرأس مع إمكانية التقيؤ وارتفاع حرارة الجسم، إلى جانب تشنجات عضلية عند الأطفال والمسنين. واضحة أنه من أهم الإجراءات اللي لازم يتبعها عند التعرض إلى ضربة الشمس تتمثل في وضع المصاب في غرفة باردة، نزع الثياب متاعه المضبوطة ورشه بالماء الفاتر، ووضع مناديل مبلل على رأسه وكافة أطرافه، وإلا نعاونوها على شرب كميات من الماء مع مراجعة الطبيب عند الحاجة إذا كان شهدت بعض الأعراض هذه. كانت حثت وزارة الصحة المواطنين من الأقارب والجيران على زيارة الأشخاص المسنين ومساعدتهم، خاصة الناس اللي يقيموا بمفردهم للوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله يربي يحمي الناس الكل وربي يعديها موجة الحر ذي على خير، وديما نقول لكم سيسوا روحكم فيها بيس تتفقدوا زيد غيركم اللي ما يقدرش باش يحمي روحه. كانت هذه شيفخ سانتي. شيفخ سانتي موصلين معكم المشوار في أجندة سانتي. بعد بشوية نحكي لكم على منتدى الحقوق الاجتماعية، أكثر من 300 ألف تونسي محرومون من مياه الشرب. قيروان للصحة، ثلاثة دقائق بعد الحديث مازلنا مواصلين معكم مشوار في سانتي 5.0. سانتي 5.0 في سانتي 5.0. قبيلة بشوية تحدثنيكم على وزارة الصحة تدعو إلى اتباع جملة من النصائح لمجابهة موجة الحرارة، ومنها شرب كميات كافية من المياه. أما تدسويت عنا ما نحكيه في أجندة سانتي. أجندة سانتي في أجندة سانتي نحكي لكم على منتدى الحقوق الاجتماعية، تقريبا أكثر من 300 ألف تونسي محرومون من مياه الشرب. احنا قبيلة بشوية كنا تحدثنا في شيفخ سانتي وحكينا لكم على وزارة الصحة اللي تدعو لاتباع النصائح وجملة من النصائح خاصة لمجابهة موجة الحرارة. بقنا نلقاو بعض الأرقام اللي فيها أكثر من 300 ألف تونسي محرومون من مياه الشرب. في الإطار هذا كان كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه فما في تونس برشا عائلات يعيشوا بالقرب من مصبات غير مراقبة وعشوائية تنجم تبث السموم متاعها في الهواء والتربة والطبقة المائية وتنتهك هكيكا الصحة متاعهم وصحة أطفالهم، في حين تنتهج الحكومات المتعاقبة سياسة التجريم في محاولة لقمع الحراك البيئي اللي تنامى وقف وتوسع الرقعة الجغرافية متاعه. حسب قسم العدالة البيئية في المنتدى قالوا في مازالت الانتهاكات البيئية تمثل عقبة قدام آلاف المواطنين في بيئة سليمة وصحية. زادا مازالت معضلة المصابات العشوائية، اضطراب وانقطاع الماء الصالح للشراب واحدة من بين أهم الإشكاليات البيئية اللي تنجم تتواصل دون تحرك من السلطة المعنية من أجل الحالة متاعها وكيك تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية على حد سواء. كان أثبت رصد الواقع البيئي عن قرب أن التكلفة الباهظة لتنمي التميز والتهميش اللي نجم يؤدي إلى تفاقم الحراك الاجتماعي البيئي يقوض السلم الاجتماعي في مناطق عديدة. والسلم الاجتماعي هنا ديما نقصد به على المستوى الصحي على الأقل في المقال هذا امتعنا، وقت اللي اعتبر المنتدى اللي تأسيس امتعه من عام 2011 كمنظمة مستقلة غير حكومية الدافع على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية وخاصة في المجال البيئي. كانوا دعاوا إلى تبني خيارات بيئية جديدة في الإطار هذا، كانوا طالبوا باش تكون مكفولة بإطار تشريعي ضامن للتطبيق متاحة متناسق مع المعاهدات الدولية خاصة الممضاة من قبل الدولة التونسية مع مكتسبات الدستور، داعين إلى التنبيه إلى المخاطر المحيطة بالبيئة والعمل على تلافيها، وهذه الكل بطبيعة الحال بالتوازي مع مبدأ المساواة. والدول الكل تقريبا تسعى في الإطار هذية إلى تحقيق الشيء هذية، وديما احنا نقولوا الصحة راهي مهمة ومهمة جدا للأشخاص
يحيي العالم منذ سنة 1973. اليوم العالمي للبيئة في 5 جوان من كل شهر. اليوم في 6 جوان يلتئم تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة. وإحنا ديما نقول لكم راهو الصحة ديما بالمفهوم امتاحها شيء بل تكون مرتبطة بالعديد من الأشياء، منها المجال البيئي اللي يأثر بصفة كبيرة على الصحة امتاعنا وتداعيات الصحة امتاعنا. ذيك علاش ديما يلوجوا على ديمومة المجال البيئي امتاعنا. وسيبون الوقت حان في تونس للحد من لا مساواة وانعدام العدالة في الولوج إلى الحقوق البيئية بين مختلف جهات البلاد والفئات الاجتماعية، هذا وفق تقدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت هذه أجندة سنتية. أجندة سنتية. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار شوي آخر. تكون معنا الدكتور ندى برحومة، طبيبة صحة عمومية، باش نحكي لكم على الانيميا وما يعرف بفقر الدم، هل يعتبر مرض وإلا لا، هذا اللي باش نعرفوه بأكثر تفاصيل، سينو الأعراض، الأسباب وطرق العلاج. باش نركزوا شوية على المرأة الحامل اللي تنجم تعاني من مشكلة فقر الدم. تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. هذا موضوعنا في سنتي 5.0. ألو دكتور ملحم زين دلي تحكي، توصلنا معكم ل 19 دقيقة بعد لحداش في سنتي 5.0. سنتي 5.0. مازلنا مواصلين معكم المشوار كيف العادة في ساعتنا الثانية. تسويت في ألو دكتور. ألو دكتور. ألو دكتور، ديما مواضيع تهم الصحة امتاعكم ويكونوا حاضرين معنا أهل الاختصاص. حاضر معنا دكتور ندى برحومة، طبيبة صحة عمومية. صباح نور دكتور. أهلا بيك. مرحبا. مرحبا، مرحبا دكتور على تلبيت الدعوة. موضوعنا اليوم هو موضوع موسع برشا. أيوة. أما احنا قلنا مش نركزوا في دي ديتاي اللي جنرال معظم الناس ينجموا يعانيوا منه. أيوة. تفسروه بأكثر تفاصيل. اليوم مش نحكيوا على فقر الدم بسبب نقص الحديد. فوالا هنا يا دكتور، كي نحكيوا على فقر الدم احنا جنرال نسمع فقر الدم، هذوما الكلمات المدولة. حتى العبد اللي يبدا ما يعرفش يقول كان عندي فقر الدم، انا نجم نقول نكون انيميك. هنيا كي هو يحكي هكيك، هل انه نجم يحدد المفهوم نتاع فقر الدم الناتج على نقص الحديد؟ هنيا نجم نعتبره فقر الدم مرض والا مش مرض؟ هذا هو معناها اللي نحبوا نحاولوا نفهموه للسادة المستمعين. باه صعب شقولوا فقر الدم هو حالة ماهوش مرض، خاطر هو حالة تجي للإنسان وتنجم تكون تحتها برشا أمراض. دونك عبارة على حالة تجي للمريض. وفقر الدم بسبب نقص الحديد هي أكثر حالة شائعة عند البوبولاسيون بتاعنا. وفقر الدم هو عبارة أنه الدم اللي عنا ما في 3 أنواع، الكريات البيضاء، الكريات الحمراء والصفائح الدموية. فقر الدم هو يهتم بالخلايا الكريات الحمراء اللي هي غير سليمة. وعلاش غير سليمة؟ خاطر الكريات الحمراء فيها بروتين اسمها الهيموغلوبين، هذيك نقولوا احنا مفرعسة شوية. دونك ما توصلش. مهمة الكريات الحمراء شنية؟ انها توصل الاكسجين معناها من الرئتين والقلب الى سائر الجسم. دونك تصير البروتين هذيك فيها قلق، ما تاخوش بالقدا الاكسجين، ما توصلش بالقدا الاكسجين لباقي اطراف الجسم. ومما ينجروا عنه مع نقص الاكسجين يعطينا الحالات الاعراض اللي نشوفوه من بعد. والبروتين هذه ما تنجم تتكون داخل خليه الكره الحمراء كان بالحديد. باغمي المكونات نتاعها بون الحديد، فيتامين بي 12 والحمض الفوليك، اما اكثر حاجه هي الحديد. هذه معناها فسرناه لهم ونكونوا كمان دكتور حطيناهم في الإطار. اليوم احنا هو مرض معناها فما حاله شائعه، مع برشا حالات شائعه تختلف، اما احنا اليوم مش نحدوا نحكيوا على فقر الدم اللي بسبب نقص الحديد، واللي فما برشا ناس تنجم تكون تعاني منه بسبب نقص الحديد. صحيح. ولا هنا يا دكتور ديما اللي يمشي في ذهن الناس الكل يقول لك باهي انا هذه معناها عرفت اللي هو حاجه كيما هكا، اما كيفاش انا نجم نفيق بروحي؟ فما اعراض تظهر. صحيح. اول اعراض الياسر المعروفه عنا انه هو الارهاق الشديد، يوصل حتى للاكتيفيتي نتاع كل يوم عاش يعملهم، كما نقولوا نطلع الدروج نلهث برشا. شنو اخر؟ الصداع الشديد، راسك يوجع مع يوجع، يعني كما تقول انت ميغرين مع يوجع قوي على تحس وجع، حتى تشرب دواء ما يرتاحش دكتور، مثلا شرب باراسيتامول ينجم ديما يرجع شويه. صحيح. اما تحسها او لون كور سورتو في الليل يقول لك راني تعبت، معني راسي على الاخر يوجع. الضعف،
فقدان الشهية قلت مانيش ناكل ولا صغيري ماهوش ياكل. شحوب الجلد لا بالور وجو نقولوا احنا شبيه شاحب شبيه مستصفر مش كل اصفر اصفر اما شاحب ما يتبال خاصه على الصغيرات هذه تنجم تظهر صغيرات حتى الصغيرات ديما الخدود نتاعهم تبدا احمر صحيت كي راهو صغير اللي تبدا وجهه بال شويه دونك صحيت اللي هو معناها انيمي ينجم يكون عنده فقر الدم الام الصدر او تسارع دقات القلب يقول لك واحد يقول قلبي يدق بالزايد معناها الدقه الزايده نقولوا نحن ضيق التنفس نتنفس بالسيف كي نطلع دروج ولا كي نحرك في الدار كي نطيب الفطور نبدا نتنفس بالسيف الدوخه بروده اليدين والقدمين تقول كي دايا بيردين بارابور اي بيان سور خاطر الدم ما يوصلش بالكدا لليدي هشاشه الاظافر تولي تتكسر في ساعات صحيت ابين تكبر شويه تتنحى وحدها والا تساقط الشعر كيف كيف هذوما علامات نقص الحديد اشتهاء باغ كونتر هذيا اشتهاء غير عادي للمواد الغير غذائيه الفحم والجير و هذيك معناها تنجم تنجم صحيت يقول لك سورتو لي فامز انسانت اللي باش نحكيو عليهم من بعد تقول لك نشتهي الفحم نشتهي الجير هذوك نعملوا لهم ساعات تحليل ديريكت على الحديد نلقاه طايح معناها معناها اذا كان قالت لك راه شتيت هكا هكا راه ديريكت مو معناها نعرفوا نجم نشخصوا حتى شويه نقولوا راهو هي معناها سورتو كي تبدا فام انسانت وشتيت الحاجات هذوك دونك اوتوماتيكمون راهي تولي ناقصه في الحديد هذوما هما اكثر العلامات اللي نشوفوهم معناها مي سي شونت هوتونا في اللي حضرنا ميكرو تروتوار اللي باش نسمعوا خاطر قلت لك الاختلافات ديما ناس تتسائل هذاك كي نسمعوا احنا شارع القايره وين شنو قال في الاثر هذا حتى نجموا ندخلوا في صلب الموضوع نتاعنا نركزوا معاه اكثر يقول لك انا شنو التحاليل نجم نعملهم شنو التحاليل اللي ما نجمش نعملهم هل لون باغ اوبليغاسيون انا كي لاحظ على روحي العلامات سي بون معناها ناخذ وحدي وحدي تريتمون هذا اللي باش نحكيو عليه خاطر فهم برشا ناس تاخذ دوي لحديد من راسها ونحكيو على المخلفات حتى دكتور ديما معناهم تاع ما خذت الدوي من راسك نسمعوا ميساج الميكرو خطوه غنت خطوه حتى لنا دكتور نادي الكاسك باش تسمع معنا شنو قال شير على القيرويني في موضوع فقر الدم ومش نحكيو على فقر الدم مع نقص الحديد. فقر الدم نعرف شكون اللي مرضى به ممكن من اهم الاسباب نتاعو حاسب علمي نقص شويه نتاع فيتامينات هذا كل سوء تغذيه حاسب ما راينا تلقاها تغذيه معناها غير سليمه وما فماش توازن في الماكله اللي ناكلوها كل يوم حاسب ما نعرف اللي فقر الدم هو ينجم يكون مرض ريديتير بالوراثه وممكن زاده معناها من اسباب سوء التغذيه دونك السؤال نتاعي باش يكون انا هي التغذيه السليمه اللي باش تخلي الانسان ما يبداش عنده فقر الدم. مرض فقر الدم نعرف عليه يعني يجي من سوء التغذيه من الماكله مش صحيه نقص في الفيتامينات نقص في الحديد حوايج يعني اللي تساعد البدن على المناعه نتاعو وعلى برشا حاجات يعني كي يبدا واحد مش ياكل فيهم اكيد باش يجي فقر الدم. شنو يعني الحوايج اللي نعملوهم باش تخلينا نتخلصوا من فقر الدم؟ ثمش ادويه منصوح بها ولا ثمش تغذيه منصوح بها واحد يقوم بها ثمش حميه خاصه واحد يقوم بها باش نجموا نتخلصوا من الازمه هذه؟ مرض فقر الدم اللي المعلومه اللي عندي اللي هو مرض وراثي وحسب معناها شويه معلومات السطحيه على العلم الاحياء والكل اللي هو نقص في الكريات الحمراء بالنسبه لي انا مقتنع بها اللي هو وراثي عنده دخل كبير في الريجيم اليمونتير نتاع الانسان الماكله نتاعو اسكو هو قاعد ياكل منظم ولا لا ولا قاعد يحافظ على صحته ولا يعمل في سبور ولا لا زاد عنده دخل. بالنسبه لسؤالي حبيت نسال اسكو لي ميديكامون معناها اللي موجودين اسكو يداويو الونتير ولا اسكو هو مرض مزمن مش يقعد يتبع على طول ولا ينجم يكون مثلا البو مريض فقر الدم والام مريضه فقر الدم اسكو الصغير نجم يجي لباس عليه ما عندوش وإلا في السير يوم. معلومات اللي عندي على مرض فقر الدم مرض يتعب برشا ويعمل دوخة وفشلة وحاجة ذلك الكل خاطر أنا متعدي به وعندي الوالدة ربي يشفيها مرضت به وتوقع على الدواء نحب نعرف شنية طرق الوقاية منه المرض هذا فوالا دكتور نادي براتيكمون الناس الكل عندهم هكا درايه وعندهم فكره على فقر الدم شنو هي اغلب الاسئله مشيت في طرق الوقايه اما زوز اسئله طرحوا قال لك من اسباب فقر الدم يا اما سوء التغذيه فما برشا اللي قال لك معناها المتاكدين منه اللي هو ينجم يكون كان وراثي مع التاكيد على سوء التغذيه من بين زاد الاسئله هل انه مرض مزمن والا لي حتى كان خذيت لي ميديكامون ينجم يقعد معايا المرض هذايا نحاولوا نفسروا لهم ميساج دكتور ونذكر السادة المستمعين ينجم يكلمون على 70-35-120 في موضوعنا لليوم فقر الدم بسبب نقص الحديد وباش نركزوا بعد شوي زاده على المراه الحامل اذا كان فما دي فام اونسانت قاعدين يتابعوا فينا ينجموا زاده كيف كيف يطرحوا الاسئله نتاعهم في موضوعنا لليوم فقر الدم. باهي باش نبداو نحكيو على الاسباب خاطر برشا اسئله مربوطه بالاسباب نتاع نقص الحديد
في الدم واللي يؤدي الى فقر الدم. اول حاجه اكثر سبب معناه نشوفه فيه كما قالوا قلنا في الميكرو تروتوار انه هو نقص الحديد في النظام الغذائي. الحديد موجود في عده معناها كيفاش نقول مكونات غذائيه الماكله نتاعنا صحيح. اول حاجه اللحوم كسوا سورتو سامحني البقري معناها نحم البقري ولا بي والا الاسماك زادة. ثاني حاجه عنا الخضر اللي لونها اخضر داكن المعدنوس السبناخ سورتو الخضر الورقيه الورقيه احسنت وشو اخر البقوليات العدس بلس 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 والفواكه الجافه الفستق خاصه شو اخر به هذوما اكثر حاجات موجودين عنا زاد احنا حقيقه يعني متوفرين خلينا نقولوا دوكا دو بريفيرونس هذوما لازم نزيدوا معاهم انواع اخرى من الطعام باش كيما نقول احنا بور رونفورسير امتصاص الحديد. عندنا لي جو دورانج لازم زاد ناخذوا خاطر فيه فيتامين سي وفيتامين سي يساعد انه البدن تاعنا يمتص الحديد الوغ كو يل فو ميو ايفيتي الحليب. جست اون بيتيت بارونتيز الصغار اللي اقل من سنه بالعكس نساعدوهم لازم ياخذوا الحليب خاصه حليب الام خاطر فيه الحديد. مي لازمنا نبعدوا على الحليب البقري وال دونك معناها الحاله الوحيده المسموح فيها دكتور باش ناخذوا الحليب هي وقت اللي تكون الرضاعه طبيعيه من عند الام وصغير اقل من عام وقتها ينجم ياخذ مع الحليب وقتها تيسرع في سينو نبعدوا على توسكي بور برودوي ليتي ونمشيو للفيتامين سي اللي هو باش يسرع عمليه امتصاص الحليب في البدن نتاعنا. سينو زاد الحبوب عندنا المكرونة الروز الغرانولا هذوكم كل غيشان فيغ لوبيا زادة شنو اخر معناها هذوكم هما دو بريفيرونس كيما قلنا معنا دو بريفيرونس الحديد ناخذوا معاه ديما الفيتامين سي جو دورانج فريز كيوي مشماش هذوكم يعاونوا على امتصاص سريع للحديد في الجسم. به هنا يا دكتور اللي يسمعوا فينا باش يقول لك اي انا ناكل معناها عندي نقص فايده خلينا نقولوا في الحديد في البدن نتاعنا وعلى مستوى الكريات الحمراء كما قلنا احنا فقر الدم نعانيو من نقص الحديد. هنا يقول لك اسكو معناها الماكله نتاعي وقت اللي انا عندي نقص فايده الماكله سي بون معناها مش تكفيني والا هنيا ولازمني معناها دي كومبليمون اليمونتير. قبل هذا دكتور قبل احنا ما حكيتو نحكيو على سبل الوقايه خاصه في النظام الغذائي اللي بدينا حكينا عليه شويه دكتور نحكيو على الاسباب الساعه انها وراثي وهو الا ماهوش وراثي واللي برشا معناها الى انسيست اللي هو وراثي حاجه ذي دكتور تعتبر وراثيه والا لا هو فقر الدم ك يعني عنوان وحده فما النوع الوراثي ونوع غير وراثي كما قلت لك فما الصغار مثلا عندهم لي مالادي لي هيموغلوبينوباتي الهيموغلوبين دوب ما يتولدوا مريضه تالاسيمي فما دريبانوسيتوز اللي هو مش موضوعنا لليوم اما راهو فما العنصر الوراثي في فقر الدم باغ كونتخ فقر الدم بسبب نقص الحديد فما فيها عامل وراثي اما سي با 100% كيما هو سال قال مثلا الام عندها فقر دم والبو عنده فقر دم اسكو صغير اوتوماتيكمون باش يجي عنده فقر دم لا لا ينجم يطلع لاباس عليه معناها ومعناها مع الحميه الغذائيه نتاعو وضاعت الام صحيت دونك يبدا الحديد نتاعو موجود لاباس عليه والا العكس البو لاباس والام لاباس والولاد مثلا ما ياكلش بالكدا معناها دونك وخاصه نعرفوا صغيرات نحن توا شنو يدلوا برشا وما يحبوش الماكله دونك اوتوماتيكمون مش تطلع عندهم وهذيك علاش احنا ديما نراو في الوجه الشاحب عند الصغيرات نتاعنا حلوى شوكولا حاجات معناها ليغرينوتاج حاجات ماكله الشارع اللي ماهيش ديجا معناها مفيده للصغير نتاعنا اوتوماتيكمون دونك باش نلقاو ماهوش وراثي لكن من العامل نتاع التغذيه اللي سالوا عليها برشا عبيد. خلينا دكتور هوني يقول لك انا حكينا على الاعراض احنا الاعراض اللي يعانيوا منها دوخه فشله يتعبوا برشا وجيعه راس معايت نفسه بالسيف اذا كان عملوا اكتيفيتي فيزيك وكل دونك هوني يا دكتور يقول لك انا كيفاش نمشي نشخص المرض نتاعي هل انا وحدي كي نرى العلامات هذوك نمشي ناخذ هذا اللي قلناه قبيله بشويه وكل والا لازمني نمشي نعمل بيلون نتاعي باش نشخص لي انا عندي فقر الدم. بيان سور ساعه قبل بيلون باش نتعداو للطبيب خاطر هو باش يعمل لونكيت نتاعو باش يشوف شنو هو نوع فقر الدم اللي عندك وشنو هو سبب فقر الدم اللي عندك خاطر كيما قلنا عندنا برشا اسباب كيما مثلا مرض المعده لي مالادي كرونيك دو كولون مثلا كرون ولا الريكتوكوليت شنو اخر لا غروسيس نجم هي في بالهاش بروحها انسانت تقول راني متقلقه ونعملوا بيلون نلقاو اللي هي معناها ديجا اون ايتا دو غروسيس ديجا هذا
هذيك اللي ساهم حتى باش صحيت اللي هي صحيت ايموراجي انتر نزيف داخلي ما في بالوش بيه المريض سورتو اللي عندهم امراض المعده قرحه الفائق دونك يعمل وحده نزيف داخلي من غير ما يفيق بيه سورتو اللي ياخذوا مضادات الالتهاب دي زونتي انفلاماتوار ويجيك يقول لك راني نحس في روحي متقلق وفاشل وما ناكلش بارمي التحاليل اللي الطبيب باش يعملهم شرق اون انيمي موجوده في ليتا مونسترويل الدوره الشهريه نتاع المراه زاد تنجم تساهم في بيان سور مش كيما مراه تجيك عندها لي ريغل وتقول لك راني متقلقه كيما مثلا المراه مازال ما وصلتش للسيكل نتاعها فوالا دونك هذوما الكل معناها تنجم هي تكون مسببات ينجم يكون معناها في الايامات العاديه نتاعو دكتور ما عنده حتى شيء مي باغ كونتر كي يصير مرض معين ولا يتناول ادويه معينه صحيح. تولي اوتوماتيكمون تصير له هكا هذيا معناها في ظهور فقر الدم نقص الحديد في الدم خلينا نقولوا لهذا هو الشائع وهذا اللي حابين نحكي عليه خاطر مغلب الناس يعانيوا من الشيء هذيا هذيك ان شاء الله تنحكيوا عليه في مره اخرى اللي يكون غيديتاغ فيه ما يتحكي زي الكل لكن هذيا اليوم اللي نجم يكون بسبب سوء التغذيه نجم يكون بسبب الحاله اللي هو ديجا يعاني منها المريض دونك هنا التشخيص الاول يكون بزياره الطبيب المباشر وهو اللي يعطيك لي بيلون يعطيك تحاليل لازمه فوالا التحاليل اللازمه عطات لي انت عندك نقص الحديد في الدم دكتور جينيرالمون الاطباء يوصفوا ادويه فما برشا زيد نعرفوهم وما ننكروش الحالات هذيا اللي التطبيب الذاتي يقول كان عندي الحالات هذوما وحنا نعرفوا لي كومبليمون اليمونتير اللي ناخذوا فيهم جينيرالمون حتى من راسنا وحنا ان شاء الله مش نخصوا حصه على تناول لي كومبليمون اليمونتير من معناها من انفسنا هكاك نحكيوا على التاثيرات نتاعهم خاطر سي حاجه تنجم تفيدك اما اذا كانت اونيكسيت نجم تضر البدن نتاعنا هوني ادويه الحديد هل أنه نجم ناخذ وحدي دكتور؟ الحقيقة معناها هو البدن كما يقولوا الإنسان يعرف بدنه فهمت؟ معناها هو دو بريفيرونس تمشي للطبيب ويعملك التحاليل وتحاليل ساهل معناها ومتاع كل يوم تعمل الأنافاس نوميراسيون فورميو سانجين وبها هي نشوفوا ماهوش غالي كوميم الأنافاس ماهوش غالي برشا معناها أكسيسيبل للناس الكل صحيح نبداو بها هي لو بيلون ستاندار نعملوه وعندنا ان انترفال معين نتاع التو ديموغلوبين اللي حكينا عليه البروتين هذيك كان طايح لو تو هذاك الديموغلوبين سي كو سي اون انيمي اما باش نشوفوا اسكو من الحديد ولا مش من الحديد فما دوتر بيلون يتعاملوا اللي هو مخزون الحديد واللي هو نسبه الحديد في الدم في ريتينيمي والفير سيريك وقتها كي نلقاو التو نتاعهم طايح راه اوني 100% فير اون انيمي نقص الحديد اي وهي بيسك اكثر حاجه شائعه معناها الاكثر الناس كل معناها فما خاطر هو ديما دكتور علاش قاعدين نديروا في نفس البلاصه اللي هي سوء التغذيه حتى الكبار تو راه معناها ما همش قاعدين ياكلوا في ماكله صحيه وهذيك علاش التاثيرات الكل احنا قلنا راهي حاله هي ماهيش مرض ذاتي نقص الحديد في الدم نتاعنا هي حاله نعانيوا منها بسبب الليجين دو خلينا نقولوا اللي مانيش عايشينو كوميفو فوالا بي دكتور احنا مازلنا باش نواصلوا حديثنا باش نحكيوا على التاثيرات خاصه نتاع نقص الحديد في البدن خاطر فما برشا ناس تنجم تتهاون في الموضوع هذا وخاصه باش نرجعوا نعرجوا على المراه الحامل اللي كنا حكينا عليها ونعرفوا برشا من النساء الحوامل فتره الحمل تعتبر حساسه ديما نقص الفيتامينات نقص الحديد في البدن نقص الحوايج هذوما الكل تنجم تعاني منهم المراه الحامل هذه اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها بعد بشويه في الو دكتور سانتي 5.0 مازلنا مواصلين معاكم المشوار وقفه صغيره مع الموسيقى مازلنا مواصلين مع دكتور ندى برحومه طبيبه صحه عموميه في موضوعنا فقر الدم بسبب نقص الحديد اللي التحقوا بنا في الاستماع مازلنا مواصلين معاكم المشوار في موضوعنا لليوم فقر الدم بسبب نقص الحديد الحقيقه حطينا الامور في النصاب نتاعها حكينا لكم على الاعراض حكينا لكم على الاسباب حكينا لكم زاده كيف على طرق التشخيص اللي لازم تمشي ديريكتومون للطبيب نتاعك وهو من هذيك يعطيك التحاليل اللازمه ومن التحاليل تاخذ الدواء نتاعك ومازلنا مواصلين في نفس الاطار مع دكتور ندى برحومه طبيبه صحه عموميه نعود نرحبوا بك دكتور قلنا عنا احنا حكينا على برشا عوامل هي اللي تساهم في ظهور نقص الحديد في الدم نتاعنا من ضمنها كونك تتناول ادويه معينه امراض المعده زيد كيف مثل دكتور اذا كنت تقلق من كاسك ما مغي دونك وحكينا زيد كيف على اللي يكون ناتج معناها البيريود مونستريشن فتره الدوره الشهريه نتاع المراه ومن ضمن زيد الاشياء اللي نسمعوا بها واللي هي درجه اللي نحكيوا على المراه الحامل اللي اكثريت خلينا كيما نقول معناها لا
ماجوريتي نتاع النساء الحوامل تلقاها هنا دكتور حتى كان هي ما عندهاش فقر الدم، مي الطبيبه المباشره نتاعها ولا الطبيب المباشر نتاعها يوصف لها ديريكتومون الدواء الحديد، على خاطر هي من العوامل اللي قلنا اللي تنجم تساهم. هنا دكتور مرأة الحامل تستحق نحكيو عليها بالكدي دكتور فيما يخص نقص الحديد في الدم. صحيح، المرأة الحامل دونك من اكثر الحالات اللي جاها فقر الدم بسبب نقص الحديد. وعلاش هفسروها؟ خاطر المرأة الحامل معناها الكريات الحمراء تزيد تكثر عندها، معناها لوتو يطلع دونك فورسيمون تستحق اكثر هيموغلوبين دونك تستحق اكثر حديد باش تكون الهيموغلوبين لا بروتيين هذيك اللي حكينا عليها. دونك معناها كان المرأة الحامل في الحمية الغذائية نتاعها ماهيش تاكل كما قلنا في اللحوم في الاسماك في البقوليات في معناها في الاغذية اللي معناها فيها الحديد باش فورسيمون سيستيماتيكمون باش تتعدى للنقص الحديد فقر الدم معناها بسبب نقص الحديد. فوالا وهنا هذيك علاش تستحق حتى باش توصلها الاطباء المباشرين نتاعها باش يوصفوا لها الحديد، واللي جينيرالمون نشوفوا الناس الكل حتى كذا كي احنا قلنا تعدت الانواع قبيله شويه نحكيوا حتى في الاوف هما تعدوا الانواع نتاع الحديد، فما اللي تقول لك ساعدني فما اللي تقول لك ما ساعدنيش فما اللي تقول لك عمل لي كونستيباسيون فما اللي ما يقبلوش الريحه نتاعو، خاصه احنا نعرفوا بيريود اللحم نتاع المراه الاولانيه في البروميير تريمستر اللي يحاولوا يتجنبوا لو ماكسيموم. هنا يا دكتور مش نسي كل يعاني ومن نقص معناها كي نجيو نعملوا احنا التشخيص نتاع التحاليل نتاعها نقاو ما عندهاش فقر دم، لكن ميساج فيها بيس نقولوا احنا خاصه في خاصه ثوازيام تريمستر اللي البيبي يكبر الحاجات نتاع الجينين تولي تولي تزيد اكثر دونك تعب باش يرجع على المراه. هنا يا دكتور فما نساء عرضه اكثر ولا فما عوامل خطوره تنجم تخلي نساء عرضه اكثر من نساء اخريات باش تكون عندها فقر الدم هذا؟ صحيح صحيح، فما عوامل خطوره متعلقة بفقر الدم بسبب نقص الحديد، منها قصر الفترة الفاصلة بين لي دو غروسيس مثلا دو غروسيس سوكسيسيف تخليش الدم تاعها يرتاح تري بيان اي، والا مثلا الغروسيس جيميلير تويما اكثر من صغير معناها في الحمل دونك يساهم انه احتياجات البيبي تبدا اكثر من العاده. دونك المراه الحامل ياخذ من بدنها الحديد وتقعد هي ناقصه معناها حديد. لي سين سامباتيك الاولانيين في اول الحبيله الردين الفوميسمون والغثيان وفتره لحم خلينا نقولوا اللي فما نسيت تتعب فيها شويه. صحيح هو ذاك الغثيان وكل يساهم في ظهور فقر الدم بسبب نقص الحديد. سينو كما العاده كما قلنا لي جين دو في الحميه الغذائيه نتاعها ماهيش ريشون فير معناها تساهم كيف كيف برمي عوامل الخطوره في ظهور فقر الدم بسبب نقص الحديد عند المراه الحامل. فقر الدم بسبب نقص الحديد هو حاله تنجم تعاني منها النساء والا الرجال، خاصه النساء الحوامل اللي نحكيوا عليهم توا، الكل بسبب ليجين دو في واحنا المتسببين فيه، لكن كانت العوامل مش وراثيه ومش الامراض الاخرى نتاع فقر الدم اللي نحكيوا عليها. دكتور نحكيوا اسكو الاعراض تتشابه كيما الاعراض الاخرين معناها نفسهم براتيكمون نفس الاعراض؟ اي الصداع، الفشله، قلة الحركة وكل معناها ما تتحركش. واحنا ديما خاصة احنا في الثقافة نتاعنا يمشي بينهم الغروسيس اون مالادي سي بون لازمها تقعد، لكن باغ كونتخ معناها لازمها تتحرك ميم سي، لكن تاخذ لي تريتمون نتاعها باش تنجم تلقى الراحة نتاعها حتى في الحركة. دونك هنا معناها حتى اللوم ممكن يرجع على المرأة في حد ذاتها إذا كان ما خذتش لي كومبليمون نتاعها حتى باش تعيش الحياة نتاعها مدة التسعة أشهر نتاعها في حالة جيدة. دونك الأعراض نجم يرجعوا سيدة مستمعين هما بيدهم الأعراض. سينو دكتور ديما فما ناس تخاف ونسيحنا نعرفوا ديما يخافوا تبدأ تقول لك وعارفة واعية بخطورة الشيء اللي هي قاعدة تعمل فيه ما يخذوش الدوية تمتاحهم تقول كنا ما نحمش الريحة أنا الدوية ذيك عمل لي كونستيباسيون راني بار كونتخ متقلقة راهو خوفوني قالوا لي تنجم تصير لك مضاعفات أما أنا ما نجمتش ناخذ ومحليهم هما يبدو هكا عن حسن نية يسألوا حتى في معناها في دي تيموانياج اللي هو هنايا من المفروض يمشيو لاهل الاختصاص هما اللي نسالوهم باش يكونوا على درايه اكثر وما يحبوا يشوفوا حالات يبداو عارفين لكن يحبوا شكون هكا كل اللي يواسيهم شويه يطمنهم. هنا يا دكتور فما عوامل الخطوره بالنسبه للمراه الحامل في فتره الحمل نتاعها اذا كان ما تناولتش الادويه نتاع الحديد نتاعها؟ اي فما بيان سور عوامل الخطوره كيما للبيبي كيما للام معناها كي ما تاخذوش لي كومبليمون اون فير مثلا الولاده المبكره نجم تكون
تكون معناها فقر الدم ينجم يكون سبب في الولادة المبكرة يعني أقل من 37 سنة عمر الحمل 37 أسبوع نقص وزن الطفل عند الولادة يتولد نقص وزن دونك فقر الدم نتاع الأم يأثر حتى معناها في الجنين صحيح. وفما زاد بعض الليزيتيود يقولوا اكتئاب ما بعد الولادة يصير يكون منجر مخلف صحيح من فقر الدم عند الماما معناها فوالا هذوما معناها من عوامل الخطوره دونك بعد هوني دكتور احنا كي نقيله شويه قلنا على ايريديتير ولا ماهوش ايريديتير وقلنا اذا كان المراه ما تناولتش صغيرها ينجم هوني يطلع هو عنده فقر الدم ويعاني من فقر الدم دونك معناها هوني تنجم يتحمس عليه شويه اذا كان صغيرها كان عنده نقص الحديد مانيش نحكيو على حاجات اخرين بعد تلقى عنده نقص الحديد مازال هو في تمازل صغير مازال مش متاع ماكله دونك هنايا يولي ينجم هو يعاني من نقص الحديد دونك دكتور النصايح اللي نحاولوا نعطيوهم للمراه الحامل مش احنا قلنا فما الادويه تختلف فما اللي اقل يعمل كونستيباسيون وكل باسيون شنو يمشي معاه هو الحقيقه فما شكون يقول لك انا ذيك يعمل لي كونستيباسيون فما شكون يقول لك لا دونك انت والبدن نتاعك وزيدك كيف انت والماكله اللي تاكل فيها دكتور هو كيما قلت لك معناها المراه الحامل لازم تمشي لطبيبها ويشخص لها بيسر فقر الدم بالتحاليل وكل بالليكوغرافي كان عندها مشكلة زادة في الأرحام والحاجة ويعطيها الكمبليمان أنفير هو يعرف مريضته معناها شنو النوع الكمبليمان أنفير اللي تستحق وخد فما مثلا حديد مع حمض الفوليك فما حديد معها فيتامين بيدوز فما بيدوز واحد وتنجم تستحق فهمت دونك هو أدرى بالحالة متاع المريضة متاعه وبخلاف كما قلنا للكمبليمان أنفير الهيجين دو في والتغذيه السليمه الاسماك كيف كيف اللحوم الحبوب غذاء متنوع وسليم وصحي فوالا هنايا معناها ما نقولوش هكا سيب وناخذ في الدويات معناها عادي كذا كان ما ناكلوش ماكله صحيه بالعكس تزيد تعزز انت هنايا بالماكله نتاعك طريقه الدواء الدويات هنايا تختلف دكتور فهم شكون قال لك مش خذ قبل الماكله فهم شكون قال لك خذوا بعد الماكله هنايا كيفاش نحاولوا ننصحهم احنا قبيله بشويه نصحنا شويه مع ميكرو تروتوار اللي يحكيوا على سبل الوقايه قلنا دكتور اللي لازمك جينيرالمون تاخذوا معناها تاخذ معاها كيما فيتامين سي كيما حاجات كيما هكاك سوف كو الصغير اللي حكينا معناها اقل من عام ينجم معاه حليب الام هذيك يعزز له في الفيغ في البدن نتاعو هنا كيفاش ناخذوه نصيحه دكتور معناها كيفاش نحاولوا ناخذوه هو يقول لك دو بريفيرونس الحريبش نتاع الحديد يتاخذوا على معده فارغه خاطر من بعد الماكله كيما نقولوا نجم يقلق المعده ويعمل واحد تقول لك مانيش مرتاح هو اي كومبليمون انا اللي لاحظته دكتور خاطر اكيد برشا منا ياخذوا لي كومبليمون دونك تحس بقلق بعد اذا كان خذيت لي كومبليمون تحس بقلق باغ كونتخ هنايا تولي معناها تعمل انت ليستيماسيون هنايا على معده فارغه دونك نتصور الصباح فوالا الصباح قبل الماكله نتاعك ديما قبل بنص ساعه نصيف ساعه اقل حاجه تاخذ الصباح معناها حربوش الفارغ نتاعك وبعد تبعد ما حتى كي مش تشرب قهوه تبعد بعد شويه للماكسيموم خلينا نقولوا قهوه بالحليب ونعزم بالفيتامين سي صحيح وحاجه اخرى مضادات الحمض نتاع المعده لي زي بي بي احنا نسميوهم اي اذا كان مال خاصه المراه الحامل احنا رانا نحكيوا على المراه الحامل فوالا ماذا بيك ما تاخذهمش مع حريبش الحديد خاطر يمنعوا امتصاص المعده للحديد اللي انت خذيته معناها دونك ديما كيما قلنا الصباح بكري دوب ما تقوم تاخذ حربوش نتاع الحديد هي دو بريفيرونس يعني حسب الوصفه نتاع الطبيب ينجموا يوصلوا حتى حربوش الصباح حربوش ليل كان مثلا فقر دم حاد جدا تاخذ حربوشتها الصباح معها ان فير دو جو يعني ولا فريز كيوي كيما قلنا فيتامين سي فيهم فيتامين سي مش كان جو دورانج راهو فريز كيوي نجموا مادام توا الفريز موجود وكل نستغلوا صحيح نستغلوا ونبعدوا على الحليب ونبعدوا على لي زي بي بي اللي قلنا احنا الحريبش نتاع مضادات الحمض المعدي نحاولوا نخدمهم بسبل الوقايه اللي قلنا احنا التغذيه السليمه خاصه جوست فما سؤال ما جاوبنيش عليه دكتور اللي فما في الميكرو تروتوار قال لك الادويه اللي ناخذهم اسكو باش يكونوا الانتير مش اللي يعتبر ان عندي مرض مزمن نقص الحديد خلينا نقولوا في الدم والا لا جوست نجاوبوا على السؤال هذا ونختموا لهم في دقيقتين نختموا لهم على على طرق الوقايه كما قلنا احنا الانيمي حاله ماهيش مرض دونك ماهوش مرض مزمن الانيمي يسوفي تاخذ دواك وتتواصل في النظام الغذائي الصحي احنا مثلا انا واحده من الناس ابخي اموان نعاود نعمل تحليل
تاع الدم باش نشوف اسكو فقر الدم بدا ينقص ولا لا، خاطر زاد مش دو جوغ لوندومان تاخو حربوش الحديد منها باش الشيء الهيموغلوبين باش ترجع منها. فوالا فما معناها مده معينه، مده معينه نوصلوا حتى بالاعوام معناها كاين بالحق اون انيمي كرونيك مزمنه، معناها مش مزمنه قديمه عندها اشهر، تولي تعطي تريتمون وتتبعه كل 6 شهور يعمل تحليل ونشوفه. وفما معناها مش على طول باش يقعد ياخذوا الدواء، هاني قلت لك ياخذ مده معينه نعملوا ان اف اس ونشوف كان تحسنت نزيدوا نوصلوا بالحديد وبيان سور بالغذاء الصحي، وكان لا قدر الله ما تحسنش الكل نتعداو للتحاليل اللي من بعد كيما الفيبرو نعملوا بالمنظار معناها المعده فيها شي نزيف، كولوسكوبي ولا ايكوغرافي نسحقوا معناها لي بيلون اخرى اكسبلوراسيون اخرى نعملوها. فوالا طرق الوقايه نختموا بها دكتور اللي هي التغذيه السليمه اللي ديما ناكدوا عليها. صحيح. مع كونك بيان سور تمشي للطبيب وديما فيها بيس انا نتصور دكتور تشيك اب ديما نتاع التحاليل نتاعك تعمل مره في العام دكتور ولا اقل شويه اذا كان يعرف روحه حتى تعب يمشي بسيش تقدرت. اي هو معني تحليل الدم في ساعه في ساعتين يحضر معني دونك ما تستحقش انك تكون صايم ومثلا عامل لا لا فيس مش صايم اي اي لي لي باش نحدونا لا لا فيس مش صايم ينجم معني حتى اوكور دلا جورني حاس روحه متقلق حاس روحه عنده حتى شويه من الاعراض اللي حكينا عليهم قبيله بشويه فيها بيس يمشي يعمل البيلون يمشي يعمل تحليل مع التاكيد على التغذيه السليمه وزياره الطبيب بيان سور بيان سور اللي لازم فيك قبل يمشي يعمل تحليل وحده. فوالا شكرا لك دكتور ندى برحومه طبيبه صحه عموميه في موضوعنا لليوم اللي مهم جدا ان شاء الله نكونوا حاطين معناها هكا اسبوع على الدي، خاصه نحكينا اليوم على فقر الدم بسبب نقص الحديد، تحدثنا لكم على الاعراض الاسباب طرق التشخيص كيف كيف حكينا لكم على المراه الحامل وعوامل الخطوره اللي تساهم في ظهور فقر الدم عند المراه الحامل مع نقص الحديد، سينو زاده عوامل الخطر اللي تنجم تجي ما بعد الولاده. هكا احنا نكونوا كملنا معكم موضوعنا لليوم في الو دكتور ونكونوا بيها ختمنا حصتنا سونتي 5.0 اللي انطلقنا معكم من 10 نتاع الصباح. ان غران ميرسي لتوت ليكيب اللي كانت على ذمتكم لليوم، نوفل الشرطاني في الاخراج التقني للحصه، احمد الشفار في الكوتي ديجيتال، سينو احمد المخلوفي اللي كان معكم في البرود، انس الهمامي في تنسيق مكالمتكم الهاتفيه، ومريم منصوري كوتي ميكرو. تقول لكم في اقل من 3 دقائق تجيكم زميلتنا احلام عامري في قراءه في اخر الاخبار المحليه العالميه والجهويه، سينو كيف العاده بعدها جيكم سهام حمدي في ركاب ميديا. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سونتي 5.0، صحتك بالدنيا.